قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سبحان مدبر الأمور، سبحانه باعث من في القبور، سبحان ذو الفضل والنعم، سبحان ذو الجود والكرم، سبحان الله، سبحان الله، خير الفاتحين، وخير الناصرين، وخير الماكرين، وخير الوارثين، وخير المنزلين، سبحان الله، خير الغافرين، وخير الحافظين، وخير المسؤولين، سبحان الله، سبحان الله، أرحم الراحمين، أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، الرحمة المهداة والنعمة المستاة، نبي الله ومصطفاه، قام من الليل، قام من الليل حتى تورمت قدماه، قام من الليل حتى تورمت قدماه، الصادق الأمين، شفيع المذنبين، البشير النذير، السراج المنير، أينما حل اسمه حلت البركات، وعمت البشرى بالخيرات. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، ونسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك، ونسألك يا ربنا يا الله، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا يا ربنا شر ما قدرته وقضيت. نستغفرك من كل ذنب وخطيئة، ونتوب إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك،
اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار. اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم بلغنا ليلة القدر يا ربي يا الله، يا ملك يا الله، يا قدوس يا الله، يا سلام يا الله، يا مؤمن يا الله، يا مهيمن يا عزيز يا جبار، يا متكبر يا خالق يا الله، يا بارئ يا الله، يا مصور يا الله، يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا الله، يا قابض يا الله، يا باسط يا الله، يا خافض يا الله، يا رافع يا الله، يا معز يا مذل يا الله، يا سميع يا الله، يا بصير يا الله، يا حكم يا الله، يا عدل يا الله، يا لطيف يا خبير يا الله، يا حليم يا الله، يا عظيم يا الله، يا غفور يا شكور، يا علي يا كبير، يا حفيظ يا الله، يا مقيت يا الله، يا حسيب يا الله، يا جليل يا جليل يا الله، يا كريم يا الله، يا كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله، يا واسع يا الله، يا مجيد يا الله، يا واجد يا واحد يا صمد يا الله، يا قادر يا مقتدر يا الله، يا مقدم يا مؤخر يا الله، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن يا الله، يا عالي يا متعالي، يا حي يا الله، يا قيوم يا الله، يا مقيت يا مميت، يا بر يا تواب يا الله، يا منتقم يا الله، يا عفو يا رؤوف، يا مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا الله، يا مبسط يا جامع، يا غني يا مغني، يا مانع يا الله، يا ضار يا الله، يا هادي يا الله، يا نور يا الله، يا بديع يا باقي يا الله، يا وارث يا الله، يا رشيد يا صبور يا الله، يا نعم المولى ونعم النصير يا الله. اللهم زيننا بزينة القرآن، أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا ببركة القرآن. اللهم اعف عنا ببركة القرآن. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا يا رب يا رحمن ببركة القرآن. يا عظيم يا كريم عافنا يا رحيم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا وشفاء أسقامنا يا رب. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل سورة سعادة، وبكل آية سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا القناعة، اللهم ارزقنا القناعة، وحببنا في صلاة الجماعة. اللهم ذكرنا بالموت في كل ساعة،
واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. نسألك يا ربنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يقينا صادقا. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته، والقبر وغمته، والصراط وزلته، ويوم القيامة وروعته. اللهم انصرنا على عدونا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واهد شباب المسلمين، وحجب نساء المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لأموات المسلمين، ويا رب واشف مرضى المسلمين. اللهم استجب دعانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا يا رب العالمين، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا ربنا يا الله، ما لنا رب سواك. انظر إلينا في هذه الساعة المباركة نظرة رضا تحرم بها أجسادنا ووجوهنا ودماءنا وعظامنا وقلوبنا عن النار. يا رب العالمين، أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، وأزل عيوبنا، اللهم أزل عيوبنا، واكشف كروبنا، وأصلح أحوالنا، وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا ربنا اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، ويوم القيامة شفيعا ودليلا إلى جنتك جنة النعيم، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما يا رب العالمين. ربنا تقبل منا واعف عنا، إنك عفو كريم حليم عظيم. اللهم يا ربنا متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم اشف من كان منا مريضا، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربي سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف من كان منا مريضا يا رب العالمين. اللهم اغفر لأخينا محمد عاصف يا رب العالمين، شيرين يا رب العالمين، عابد يا أرحم الراحمين، سستر جميلة اللهم اغفر لها وارحمها يا رب العالمين. اللهم اغفر يا رب العالمين لأخينا الدكتور عبد العزيز يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، حج محمد إبراهيم يا رب العالمين، برادر سيف الرحمن تجار يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين، حج عبد الستار يا رب العالمين، اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين. اللهم اغفر لأخينا الحج محمد هم يون كاتور يا رب العالمين، برادر حسن كاتور يا رب العالمين، محمد حسن كاتور يا أرحم الراحمين، عن برادر محمد ناظم نورزا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين اغفر لأختنا بيبي شنكي يا رب العالمين. اللهم اغفر لأختنا زينب يا رب العالمين، اللهم ثبتها عند السؤال واغفر لها وأنل قبرها يا رب العالمين. اللهم يا ربنا
اغفر يا رب العالمين لكل من يا رب العالمين تبرع بالصدقات ونفقات لإفطار المسلمين في رمضان يا رب العالمين. اللهم اغفر لكل من تبرع لهذا المسجد يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب، وبارك لهم في أموالهم وأولادهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لأخواتنا المدرسات في هذا المسجد يا رب العالمين، ولأهليهم وزويهم يا رب العالمين. اللهم اشف دكتور إبراهيم يا رب العالمين، دكتور إبراهيم علي يا رب العالمين. اللهم اشف حجة ناظمة صديقي يا رب العالمين، اللهم اشفها يا أرحم الراحمين. حج الجبار عند هز فاميلي يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف أختنا حجة زهرة محمد يا رب العالمين. اللهم اشف أختنا حجة زهرة محمد يا رب العالمين. اللهم اشف أخينا محمد حنيف علي يا رب العالمين. اللهم اشفه وعافيه واشف مرضانا جميعا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا يا رب إذا ما صرنا إلى ما صار إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا رب العالمين. يا ربنا يسر أمورنا، يمن كتابنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا يا رب العالمين، من عن يميننا وعن شمائلنا، واجعلنا لك من الشاكرين. تب علينا يا أرحم الراحمين وتقبل منا يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، واغفر لنا يا رب العالمين ولأمواتنا جميعا وأموات المسلمين ولمن كان له حق علينا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم قوهم واغنهم وآوهم واحقن دماءهم يا رب العالمين. كن معهم، ما لهم رب سواك يا الله، اغفر لهم وارحمهم وتب عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا جميعا، واغفر لآبائنا ولأمهاتنا كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لأخينا يا رب العالمين واشفيه برذر فضل الرحمن تجير يا رب العالمين، and this family and all of you all brothers المسلمين والمسلمات ومن معنا في هذا المسجد، اغفر لهم وارحمهم وتب عليهم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين.